السلام عليكم. يشهد السودان اليوم واقعا جديدا بعد سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعددا من وزرائه، وكذلك حل أجهزة الحكم الانتقالي وفرض قانون الطوارئ. وفي مؤتمر صحفي عقب هذه التطورات قال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة عازمة على استكمال بناء مؤسسات الحكم الانتقالي، وإن حالة الطوارئ إجراء مؤقت ولن تمس الحريات العامة والشخصية. رأى بعض المراقبين في تصريحات البرهان انحناء لعاصفة ضغط مورست عليه داخليا وخارجيا، وخصوصا من جانب الولايات المتحدة التي هددت بقطع مساعدات مالية للخرطوم بقيمة 700 مليون دولار. هذه المتغيرات أثارت الحديث عن تداعياتها المحتملة على المشهد السياسي في السودان وعلى مصير المرحلة الانتقالية التي يتشارك في قيادتها الجيش وقوى مدنية. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نتوقف مع هذه التفاعلات، طارحين السؤال عن الخطوة التالية لما بعد الاعتقالات وعن مستقبل المشهد السياسي في السودان. أهلا بكم. عصيان مدني شامل وتظاهرات واحتجاجات أصابت العاصمة السودانية الخرطوم بالشلل بعد الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي برر تلك الإجراءات العسكرية بأنها ليست انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لمسار الثورة على حد قوله. قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان كشف أن المؤسسة العسكرية رأت أن المنادات بمدنية الدولة تعد تهديدا للاستقرار واستهدافا للجيش، الأمر الذي ولد شعورا بالتململ لدى العسكريين. ويبدو أن الأمر بحسب البرهان كان كافيا لنسف العملية السياسية برمتها والانتقال إلى مرحلة الحديث عن أهداف الانقلاب والدولة الجديدة. إجراءات العسكر الأخيرة في السودان دفعت الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى إدانتها، مهددة بعقوبات قد تشمل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إذا لم يعد العسكريون السلطة للحكومة المدنية فورا. كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، في حين أعلن البنك الدولي تعليق مساعدته للسودان بسبب الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية. فيما أعلنت لجنة الأطباء في السودان مقتل أكثر من 7 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين في الاحتجاجات الرافضة للانقلاب والتي امتدت في جميع أنحاء البلاد، بينما جدلت أحزاب ومنظمات وتجمعات نقابية دعواتها إلى العصيان المدني والتظاهر رفضا للانقلاب والمطالبة باستعادة الحكومة الانتقالية المدنية وتحقيق مطالب الثورة الشعبية. وزارة الثقافة والإعلام السودانية ذكرت أن سفراء السودان في الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وفرنسا وسويسرا أصدروا بيانا مشتركا نددوا فيه بالانقلاب العسكري في البلاد، كما أعلنت رابطة سفراء السودان رفضها الانقلاب العسكري وتأييدها إعلان الإضراب العام. أحداث متسارعة وتغييرات كبيرة تلف المشهد في السودان تخبئ الكثير من المفاجآت في ظل رفض شعبي واسع ومطالبات بإعادة الحكومة المدنية، في حين يصر العسكر على البقاء في الحكم، ما ينذر بأحداث دموية يدفع ثمنها الشعب السوداني. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر تطبيق سكايب الضيفان الكريمان من إسطنبول الأستاذ مازن الحميدي الكاتب والمحلل السياسي، ومن مدينة طوقات التركية الأستاذة ميادة كمال الدين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة طوقات. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأنا مع السيدة ميادة، على مستوى الدوافع الحقيقية لما حصل في السودان ما زالت القضية إلى حد ما غير جلية بدقة، يعني الجيش نفذ اعتقالات كبيرة شملت رئيس الوزراء، حل المؤسسات والأجهزة الانتقالية واعتقل قيادات في إعلان الحرية والتغيير. كيف يمكن مقاربة ما يجري اليوم في السودان على صعيد الدوافع والأسباب الجوهرية لأداء العسكر؟ أولا مرحب بك ومرحب بالسادة مشاهدي القناة. ما حصل في السودان هو ليس بانقلاب عسكري، وإنما يعني تدخل عسكري لتصحيح خطأ ما كان يسير في السودان،
خصوصا وانه في الفتره الاخيره يعني بقينا نشاهد في الاعلام التراشق الاعلامي وتبادل الاتهامات المباشره بين المكون المدني والمكون العسكري، بل وبين مكونات المكون المدني فيما بينهم. واحب اصحح لكم معلومه انت قبل شويه ذكرتها حضرتك، هو رئيس الوزراء لم يعتقل من قبل الجيش، وانما كان بمعيه رئيس مجلس العسكري اللي هو كان بمعيه الفريق البرهان، حفاظا على صحه وحفاظا على امن رئيس الوزراء نفسه، لانه كان يعني تحت ضغوط بعض مكونات أنا المكون قلت المدني اللي كان بيضغط عليه. معذرة عن المقاطعة، يعني محاولة استدراكية، يعني أنا قلت إنه اعتقل بناء على المعطيات التي ذكرتها وسائل الإعلام، وأن الفريق يعني قائد المجلس السيادي والقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لم يصرح بأنه في بيته إلا بعدما مورست ربما ضغوط، ويعني انتشر الخبر كالنار في الهشيم في العالم، بعد ذلك خرج ليقول. لذلك أنا أتبنى المصطلح الإعلامي، ولك حق التصحيح، تفضلي. لا بس الإعلام الخارجي خصوصا بعض الإعلام الخارجي هو غير دقيق في تناول أحداث السودان، وكل قناة بتتناول أحداث السودان بالطريقة اللي بتخدم مصالحها، وبالتالي يعني بدليل إنه رئيس الوزراء حمدوك مساء الثلاثاء سالم، يعني ما عليه أي شيء. ايضا بنفس القدر من تم اعتقالهم من الاحزاب المشاركه في المكون المدني لم يكن كل قيادات الاحزاب ولم يكن كل رموزها، وانما من ثبت ضدهم تورطهم في يعني في تراشق او في اتهامات سياسيه، اذا كان لشريكهم العسكري اللي معاهم في الفتره الانتقاليه او لبعض مناطق عزيزه على السودان وجهوا لهم اتهامات عرقيه، ويعني اتهامات اللي هي بتزيد التنافر أستاذة ميادة، العرقي في المجتمع اللي أصلا منقسم. أرجو أن يتسع حلمك لأسئلتي، يعني تقولين ثبت بحق بعض القيادات التي اعتقلت اتهامات متعلقة بالوضع الأمني والوضع العام للسودان، يعني مصطلح ثبت ربما يستوجب شيئا قضائيا، يستوجب شيئا من النيابة العامة، يعني الذي لوحظ أن الاعتقالات كانت مفاجئة، يعني استيقظ العالم الاعتقالات بحجم كبير، فكيف يكون ثبت؟ ما المستند الذي استند إليه الجيش في هذه الاعتقالات؟ لا هو لم يكن مفاجأة، وإنما لو لاحظت من شهر 9 الماضي اللي هو تمثيلية المحاولة الانقلابية اللي عملها المكون المدني عشان يحرض الشارع ويحرض المواطنين ضد العساكر أو ضد الجيش في السودان، بعد ذلك يعني بقي في الإعلام بصورة مستمرة الخلافات والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين المكون المدني تجاه المكون العسكري، وخروج بعض قيادات اللي هو المكون المدني وبعض رؤساء أحزابه صاروا يطلعوا في الإعلام ويوجهوا اتهامات مباشرة للجيش بألفاظ أساسا يعني ليس فيها احترام للجيش اللي هو بيحمي تراب الوطن وأرض الوطن، بل صاروا يتهموا بعض مناطق عزيزة على السودان بألفاظ عرقية وألفاظ بتثير أو يعني بتوسع أو بترفع اللي هو مستوى الانقسام أو التناحر اللي موجود في المجتمع السوداني أساساً، اللي انقسم زي ما أنتم شايفين في الفترة الأخيرة كمان بصورة مما كان موجود عليه من قبل. طيب جيد، يعني دعينا ننتقل إلى إسطنبول. أستاذ مازن، ما حصل في السودان، كان رئيس الوزراء في ضيافة قائد الجيش لضرورات لترتيبات جديدة، الرجل لم يعتقل وإنما اعتقل فقط بعض القيادات وبعض الشخصيات التي مارست نوعا من زرع الفتنة بين مكونات المجتمع السوداني وحفاظا على السلم الأهلي ومنعا لتفاقم حالة الاحتقان التي كان وراءها سبب وراءها يعني أعضاء في إعلان الحرية والتغيير الذين اعتقلوا وبعض الوزراء. لماذا سارعت الناس إلى تسمية ما حصل بأنه انقلاب؟ يعني السلام عليكم مبدئيا، وعليكم مرحبا السلام. بك، مرحبا بمشاهدينك ومستمعينك الكرام. يعني الآن يعني هناك كثير من أحاديث الحقيقة المضللة والغير واقعية والتي لا تلمس واقع السودان بشيء، أنا حقيقة أستغرب منها وأتعجب. دعنا نأخذ المواضيع على الإطار الواقعي والملموس والمنطقي. عندما نتحدث أنه هناك الآن انقلاب عسكري في السودان، يجب أن نعي كل من يقول كلمة انقلاب ما معنى انقلاب،
ويجب أن يعي كل من يريد أن ينفي هذا المبدأ أن ينفيه بمنطقية وبواقعية، ليس بمجرد أحاديث يعني لا ترتقي إلى ذهنية المستمع. مبدئيا الذي يحدث الآن في السودان هو انقلاب. كل الأطر المعروفة وكل الأساسيات المتعارف عليها للانقلابات العسكرية حول العالم هي متوفرة سيدي. نحن نتحدث عن إبطال الوثيقة الدستورية. يأتي البعض ليتحدث عن أن الوثيقة الدستورية لم تبطل ككل وإنما هناك بعض البنود. نعم هناك بعض البنود، ولكن هي أهم بنود هذه الوثيقة الدستورية والتي تبنى عليها قد تم إبطالها جهارا نهارا من قبل هذا المكون العسكري. نتحدث عن احتقال تام والقبض على كمية أو على المكون الأساسي من وزراء المدنيين المتعلقين بحكومة السودان. نتحدث عن إعلان حالة الطوارئ في السودان. نتحدث عن حراك عسكري الآن يجور ويصول في كل شوارع السودان. نتحدث عن شجب ويعني وقوف من كافة الآن معظم أستاذ مازن، أستاذ مازن يعني كمان أيضا في المقلب الآخر بالمقابل، يعني الرجل عبد الفتاح البرهان، الجنرال عبد الفتاح البرهان ظهر على الملأ وقال إن كل ما حصل لا يمثل أي تهديد للحريات العامة وللحريات الشخصية، وأن كرامة السودانيين محفوظة، وأن استكمال بناء الهياكل الانتقالية سيمارس في خلال أسبوع، وضع جدولا زمنيا. بأي وجه حق؟ هنا يوجد سؤال هام جدا، بأي وجه حق؟ يعني بأي وجه حق الآن؟ دعنا نعود ايضا، انا الان اشرت الى نقاط هامه ويعني مهمه جدا سيدي، ارجو عدم تجاوزها. انا اتحدث عن ما يحدث الان في السودان، ما يقوله البرهان او غير البرهان هذا حديث اخر، ويمكن الان الجلوس ومناقشته يعني في نقطه او محور اخر، لكن مبدئيا دعنا نحدد ونقيم الوضع واقع الاحوال التي تحدث الان في السودان. تحدثت ضيفتك الكريمه عن ان الذي يحدث الان في السودان تصحيح مسار وما إلى ذلك، وهذا حديث غير واقعي ومضل للحقيقة. الذي يحدث الآن في السودان يجب أن نؤمن إذا كنا منطقيين وإنسانيين وواقعيين أن الرجل الآن هو بقوة السلاح قد ألقى قبضته على مجريات الأحداث السياسية في السودان، وقام بانقلاب عسكري يعني مكتمل الأركان. هذا شيء حقيقة يعني أنا أعتقد أنه يفترض به أن يكون واقعي وملموس ولا يحتاج إلى كثير من الجدل. التعطيل لهذا أيضا يأتينا حتى من الرأي، حضرتكم تابعتم يعني أو تتابعون بالتأكيد يعني الرأي العالمي والدولي والشجب والاستنكار من كافة دول العالم والإقليم. لكن أستاذ مازن يعني أرجو أيضا أن يتسع صدرك لأسئلتي، فأنا هنا طرف حيادي أتبنى أسئلة استدراكية أو معارضة عليك مثل ما أتبناها على ضيفتنا الكريمة الأخرى، مع كامل الحق لك في التعبير عن رأيك ومقاربتك. يعني ربما من يقول لك وهذا رأي مطروح في السودان أنه لا يمكن التعويل على الرأي العام الدولي، لأن الرأي العام الدولي ليست لديه معايير ثابتة وموضوعية. مثلا يعني أقيمت الدنيا ولم تقعد في سوريا مثلا وفي العراق، ولم يحرك ساكنا وإنما حرك ساكنا في السودان. تفضل. أنا أتفق معك تماما سيدي، أنا أتفق معك تماما في هذا المحور أيضا، ولا 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 يعني أثني عليه وأقسم عليه بالعشرة. نحن الآن دعنا نعود الآن إلى واقع السودان وإلى داخل السودان. هناك الآن انتفاضة في شوارع السودان، هناك حالة من الرفض الجماهيري والشعبي. حتى بعيدا عن حالة الرفض والتي يعني ستؤطر وستدوج في يوم الثلاثين، أنا متأكد أنه سيكون هناك فيضان بشري، ونحن وأنتم ومتابعينك الكرام وكل من حضر الآن سيشاهد هذا، سيشاهد كيف سيقف شعب السودان وسيهز كل أركان العالم في يوم الثلاثين. هذا حديث آخر، ولكن دعني أعود بك إلى نقطة هامة جدا. نحن نتحدث عن وقفة دبلوماسية، يعني دعنا لا نغفل ما فعله كافة سفراء السودان حول العالم الآن. كافة سفراء أو العدد الرهط الأعظم والرهط الأكبر من الحراك الدبلوماسي السوداني الذي يمثل سفراء السودان، وهذا حدث فريد بالمناسبة لم يحدث من قبل في كل الانقلابات العسكرية إذا رجعت حول العالم. هذا كلها السفراء الآن رفضوا الانصياع لأوامر البرهان، وقالوا أن لديهم حكومة مدنية متعارف عليها بقيادة رئيس مجلس الوزراء السيد حمدوك. تحدثت ضيفتك عن السيد حمدوك لم يتم احتقاله. كيف لم يتم احتقاله؟ أين هو الآن؟ حتى تاريخ هذه اللحظة، حتى تاريخ هذه اللحظة السيد حمدوك لم يخرج إلى الإعلام ولم يتحدث بصورة مباشرة ولم يقص ولم يحكي بعد كل هذا الضجيج الذي حدث الآن. العالم كله يهتز، الرجل إذا لم يكن حدث لأنه لا يريد، بالرغم من محاولات إقناعه بالخروج إلا أنه لا يريد، وهذا من وسائل الضغط على العسكر. ما
مع المعذرة لما سمعت عفوا، يعني بإذن. انت تقول هو يعني انت كما لو انك تلمح الى انه ما زال مخفيا، ما زال الرجل مخفيا، وانما المعلومات الصادره من السودان تقول انه هو لا يريد الظهور الى الاعلام بالرغم من ان العسكر يطلبون منه العوده الى ممارسه سلطاته. حتى أن يخرج إلينا الرجل يا سيدي، حتى نكون واقعيين ولا نأخذ الكلام جزافا هنا وهنا، حتى يخرج الرجل إلى العالم، حتى يخرج الرجل إلى العالم ويحكي ما عليه ويقول ما الذي حدث تماما، هذه كلها تظل مجرد تخيلات ومجرد أحاديث هنا وهناك. ولكن الشيء المنطقي والطبيعي والذي يعني يعقل ويؤخذ بالعقل أن رئيس مجلس وزراء السودان في ظل أحداث متصاعدة جدا نعم ومتنامية في طيب السودان حتى لم يظهر لنا ولم يخرج لنا، طيب هذا يضع طيب العديد من العلامات. رؤيتك يعني رأيك في هذه الجزئية أستاذ مازن صار واضحا، لو أذنت لي أن أنتقل مرة أخرى إلى طوقات سيدة ميادة، هل هذه الإجراءات التي شاهدناها يمكن أن تكون مؤشرا واضحا وقويا على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في إدارة المرحلة الانتقالية قد انفضت، انتهى شهر العسل؟ أولا اسمح لي قبل أن أرد على سؤالك أوضح بعض النقاط الخاطئة اللي ذكرها زميلي اللي على الجانب أنا الآخر ألتمس من منكما القناة. أن لا يتحول الأمر إلى مساجلة. لا، فقط توضيح للحقائق عشان ما يعني ينقلوا أشياء ما حاصلة اختصارا للمشاهدين. شديد من فضلك. أولا جدا، اول بيتكلم عن انتفاضه في الشوارع السودانيه، ده يعني الكلام ده بنقل قنوات اساسا ضد التغيير اللي حصل والتدخل العسكري اللي حصل في السودان. نفس القنوات اليوم نشرت فيديوهات ومقاطع اخبار بتوضح عوده الحياه الطبيعيه لشوارع الخرطوم، وايضا ما في ولاء عسكري في شوارع الخرطوم، يعني عشان هو يتكلم بالشكل اللي وضحه. وايضا كما حضرتك ذكرت نحن لا رغم من اننا لا نعتد براي الدول الغربيه ولا براي الامم المتحده، لكن نفس الاطراف دي اثبتت وقالت ما حدث في السودان ليس بانقلاب عسكري. مجلس الامن الدولي اجتمع 3 مرات ولم يتفق على انه ما حصل في السودان انقلاب عسكري. ايضا الولايات المتحده نفسها على مسؤول على لسان المتحدث وزاره الخارجيه نفسه لما نوجه له سؤال امس قال انه لم يروا ما حصل في السودان انه انقلاب عسكري. لذلك الأخ اللي على الجانب الآخر أرجو أنه يتكلم وفقا للحقائق. بالنسبة لسؤال حضرتك عن فض الشراكة بين المكون المدني والعسكري، هو لم تفض الشراكة، وإنما عودة لتصحيح مسار الوثيقة الدستورية. نعم، هي عودة لتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية اللي وقع عليها المكون المدني والمكون العسكري منذ أغسطس 2019، وبالتالي يعني لا نستطيع أن نقول إنه الشراكة بين المكون المدني والعسكري انفضت، وإنما هو عودة للمسار أو لتصحيح المسار أو لتصحيح أخطاء تنفيذ الاتفاقية الوقعها الطرفين، وبالتالي الوثيقة الدستورية لم تلغى وإنما جمدت بعض موادها اللي هي الخاصة ب يعني ما ذكروا البرهان أمس. المفروض الطرفين خاصة المكون المدني يسعى لتنفيذها منذ أغسطس 2019 اللي هو تكوين المجلس التشريعي والبرلمان وتكوين المحكمة العليا المفوضية العليا للانتخابات وهكذا وهكذا، يعني المواد المفروض من أغسطس 2019 تنفذ، لكن أمس وفقا لقرارات البرهان اللي حتنفذ لحد فبراير أو نوفمبر الشهر المقبل، يعني أدهم فترة الشهر وهكذا. والحكومة اللي حتتكون ما في أحزاب سياسية وإنما حكومة من شخصيات مستقلة قومية، لكن سيتم تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية اللي بتحكم الفترة الانتقالية. طيب لو عدنا إلى الأستاذ مازن، يعني ألا يتحمل المدنيون في نهاية المطاف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد؟ فهم متهمون بأنهم أساءوا الإدارة وبأنهم لم يستوعبوا كل الأحزاب والقيادات والحركات السياسية في البلاد، وأنهم وقعوا على قرارات استراتيجية كبيرة تتصل بمستقبل السودان البعيد وباستراتيجيته البعيدة كقضية الاتفاق مع الكيان الصهيوني بمقابل زهيد وهو رفع السودان من قائمة الإرهاب. ألا يتحمل المدنيون يعني ما آلت إليه الأوضاع؟
نعم، أنا يعني هذا سؤال هام جدا وجيد وممتاز، سأجيب عليه، ولكن حقيقة هناك بعض النقطتين لا أستطيع أن أتجاوزهم حتى يصير هذا الحوار بشكل منطقي ومعقول بالنسبة لي. يعني يفترض بنا، حري بنا أننا كمتابعون أو كمحللون سياسيون أو كإداريون لحلقات أو برامج أو ما إلى ذلك، أن يكون هناك على الأقل الحد الأدنى لمتابعة مجريات الأحداث حتى لا تكون الأحاديث مشتتة وحتى لا تكون مضللة. أن نحن لا نتحدث عن أشياء خيالية أو نتحدث عن أشياء الآن خرافية. لكل متابع الآن، يعني بالرجوع إلى حديث ضيفتك الكريمة، يعني هي تتحدث عن طيب المواقف الدولية. استاذ أنا لا استاذ أدري من أين مازن، لا. يعني انا يعني فقط الآن ارجو الاتحاد استاذ الأفريقي مازن، جمع، يعني ارجو الاتحاد المعذره، الأفريقي جمع الوقت عضوية السودان. استاذ مازن، الوقت يدهمنا، وانت الاتحاد وهي الأفريقي لن تلتقيا في جيد. نقطه مشتركه، لان الوضع الان الجرح كما يقال ساخن. الوجه توضيح فقط قاطع، لو أنا الآن لا أريد الاختلاف مع أحد يا طيب أخي، فقط أنا لا لو أريد تجبني على السؤال الاختلاف أو تكرما الاتفاق. منك، تفضل. أنا أريد أن أوضح بعض الحقائق الهامة جدا لمتابعينك. الآن الاتحاد الأفريقي جمد عضوية السودان، هذه واحدة. الموقف الأمريكي واضح جدا لكل متابع من شجب وإدانة للتحول الآن الذي يحدث في السودان، وما يعني زمنك لا يسمح، لكن الآن يعني أرجو أن يكون هناك متابعة من العديد لما يحدث الآن في المجريات، وهذه أشياء لا تحتاج كثير من طيب واضح الذكاء واضح والتهاني معرفة. طيب بالرجوع إلى طبيعة سؤالك الآن الذي أنت تتحدث عنه، نعم، المكون المدني كان له العديد من الإخفاقات. المكون المدني يعني لديه مئات علامات الاستفهامات في الفترة السابقة، وجزء ملام عليه، هذا مما لا جدال فيه. وهناك أيضا جزئية هامة يجب أن نشير إليها في هذا المنحى، أيضا المكون المدني بالإضافة إلى إخفاقاته وبالإضافة إلى بعض الصراعات الحزبية التي كانت دائرة والتي أخرت من هذا الحراك، والتي كانت جزء كبير من مشاكل السودان، أيضا لا نخفي التدخل العسكري، تدخل الجانب العسكري في الشؤون المدنية في تلك الفترة، يعني جزء كبير جدا أيضا من إخفاقات المكون المدني التي كانت عائدة أيضا إلى سوء إدارته، أيضا هناك جزء آخر سببه التدخل العسكري وعدم الهارموني، عدم التوافق وعدم التواصل ما بين هذان المكونان، المكون العسكري والمكون المدني، منذ أن حدثت أحداث هذه الثورة وحتى تاريخ هذه اللحظة لم يجدا نقطة تواصل أو لم يجدا نقطة للاتفاق مع بعضهما ليكونا حراك صحي اقتصادي وعلى كل المناحي. استاذ مازن، ينفع اذا ما كنت تقر بهذا القدر من الاخطاء التي ارتكبها المدنيون في السلطه، لما كل هذا التصعيد تجاه العسكر؟ اذا ما كان العسكر يريدون تصويب المسار، معذره اكمل سؤالي، اذا ما كان العسكر يريدون تصويب المسار واعاده الامور الى نصابها وضبط الحركه الانتقاليه، فلماذا كل هذا الغضب؟ لان العسكر هم جزء اساسي من الاخفاق الذي سبق. انا استغرب تماما من شيء، هناك نقطه هامه يجب ان اوضحها. انا استغرب الان من شيء، الان العسكر هم يتحدثون عن تصويب مسار وان الحكومه كانت فيها العديد من المشاكل. الشيء الهام جدا ان هؤلاء العسكر هم كانوا جزء هام جدا من هذه الحكومه، هم كانوا مكون اساسي والمكون الاهم في هذه الحكومه. الجانب العسكري اخفق في ابسط ملفاته يا سيدي الفاضل، الجانب العسكري اخفق في ابسط ملفاته، حاله كانت من الميوعه والسيوله الامنيه التي تسود شوارع الخرطوم وتسود السودان بصوره عامه في الفتره السابقه. المكون العسكري فشل تماما في اداره هذا الملف الذي يخصه بصوره مغلقه تامه، يعني لا تدخل لاحد. فاذا هو كان مكون فاشل جدا في اداره ابسط ملفاته، لا يحق له الان ياتي يتحدث عن اخفاقات هو كان شريك فيها وكان هو الجزء الاكبر منها ليتحدث عن اصلاحات هو حقيقة لن يستطيع أن يفعلها بما أنه كان هو مسبب منها وجزئية منها. طيب ربما يقول لك المدافعون عن الجيش أن هذه نتيجة تراكمات وليس هو مسؤولا عنها. على كل حال سنبحث الموقف الإقليمي بعد وقفة قصيرة، فابقوا معنا.
أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تطورات المشهد السياسي في السودان وتداعياتها على مستقبل البلاد. أستاذة ميادة، ما حصل حقيقة كان يعني بالنسبة لكثير من المراقبين، بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنسبة للدول الإقليمية، كان مفاجئا، انطوى على قدر كبير من الجرأة، من جرأة السيد عبد الفتاح البرهان، مستوى الاعتقالات، فرض قانون الطوارئ بشكل مفاجئ. هذا يدفع إلى السؤال عما إذا كانت هناك جهة دولية أو إقليمية تدعم إجراءاته. أولا يعني ما قام به البرهان هي ليس جراءة فقط، وإنما مثل ما المثل عندنا بيقول مجبر أخاك لا بطر، لأن السودان حقيقة كان بيمر بمنعطف خطير، أزمة اقتصادية طاحنة، شرق مغلق، ولايات سودانية مختلفة رفعت العصيان على المركز أول على الخرطوم، وأيضا يعني البلد تقسمت لمعسكرات واعتصامات أمام التابعة للمدنيين، واعتصامات تابعة للحركات المسلحة والعسكر وهكذا. يعني البلد حقيقة السودان لو كان استمر بنفس الصورة من غير ما يحصل التطور حسب في 25 أكتوبر لكان السودان يعني خلاص يعني انهار أو على شفا يمكن انهيار التام وانقسام وهكذا. فعلا زي ما ذكرت حضرتك هنالك أدوار إقليمية ودولية للتغيير اللي حصل في 25 أكتوبر، وده احنا بنشوفه من وين، اللي هو آخر مسؤول أجنبي لاقى البرهان اللي هو المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، هو آخر يعني مسؤول لاقى الفريق البرهان، وأيضا في نفس الاجتماع كان رئيس الوزراء موجود، وكان المسؤول الأجنبي يعني يحاول يعني يحل المشاكل والخلافات بين المكون المدني والمكون العسكري، وأيضا يعني في ظرف أقل من 24 ساعة اللي هو في نفس اليوم اللي لاقى فيه المبعوث الأمريكي ده، يعني سمعنا في الأخبار أو تعرفون أنتم من الأخبار إنه البرهان زار مصر، وأيضا من خلال يعني أخبار يمكن يعني شاهدناها في وسائل التواصل الاجتماعي إنه البرهان زار زيارة سرية للإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مع التغيير اللي حصل في السودان قطع شك مصر والولايات المتحدة، على الأقل لهم علم، وعلى الأقل يعني لهم معرفة وعلم بالحصل في السودان. تفسرين التهديد بقطع المساعدات إذن؟ هي يعني داخلة في إطار اللي هي يعني السياسة الأمريكية المعروفة تجاه السودان من عام 1997 اللي هي العصا والجزرة، أحيانا يعطوك يعني أحيانا يفرضوا عقوبات. هل هناك فرضية استدراج عبد الفتاح البرهان إلى هذا لمآرب أمريكية محددة مثلا؟ هي ليست مآرب أمريكية، وإنما يعني الولايات المتحدة نفسها يعني غيرت موقفها من السودان خلال يمكن يومين، اللي هو أول يوم صنفت ما حصل في السودان بأنه انقلاب وتراجعت وقالت أنه هذا ليس بانقلاب، وإذا هي رأت الضرورة أنه تتعامل مباشرة مع قائد عسكري ما عندها مانع أنها تتعامل مباشرة مع قائد عسكري وهكذا. وأيضا طيب، اليوم مجلس الأمن الدولي اجتمع ثلاث مرات ولم يتفق على أنه يعني يوصف ما حصل في السودان بأنه انقلاب عسكري، وأيضا ده نعم بطريقة غير مباشرة، معناه أنه الدول المكونة لمجلس الأمن الدولي هي يعني على قناعة إنها تتعامل مع التغيير اللي حصل في السودان بصورة إيجابية. نعم. طيب أستاذ مازن، يعني هل ثمة مصلحة إقليمية أو دولية من وراء التطورات الأخيرة في السودان؟ أو دعني أطرح السؤال بصيغة أخرى، هل ثمة جهات خارجية تستفيد من هذه التغييرات في الساحة السودانية؟ طبعا بطبيعة الحال، يعني العديد من المحاور مثل نحن دعنا يعني نثبت لكن يعني لو تحدد لي هذه المحاور، لأنه هذا ربما ينبني عليه حديث بعد ذلك. أنا لا شك فيها، أولا الإمارات ومصر بالإضافة إلى أمريكا. أمريكا يعني إذا أخذناها، أمريكا الآن هي موقفها يعني أريد الإشارة إلى جزئية مهمة في الموقف الأمريكي وعموما في المحاور العام بسرعة. المصالح هي التي تتسيد يا سيدي دائما المواقف، يعني الآن كل هذه العلاقات التي الدولية التي تربط الدول وتربط تقاطعات الدول مع بعضها، يعني هي في النهاية وفي البداية هي يعني راجعة إلى تحقيق مصالحها في المكان. فمبدأ أنها أخطت إشارة لهذا أو أنها متوقفة مع ذاك، هذه مواقف متغيرة قد تتغير من ساعة إلى ساعة ومن من من وقت إلى وقت، وهي
غير ثابته، والتاريخ القريب يعني يشهد لنا بالعديد من التحورات، يعني ما حدث في العراق وما حدث مع صدام ومع غير، يعني المواقف قد تاتيك اضواء خضراء من هنا وهناك، ولكن في الاخير يعني تظل المصلحه لهذه الدول. لهذه بهذا السبب ولهذا الحقيقه الهامه جدا، يعني نحن لا نعول كثيرا على المواقف الدوليه. تهمنا جدا طبعا يعني آراءها، وتهمنا جدا يعني تعليقاتها ومواقفها، ولكن لا يعول عليها كثيرا. الان هو ما يعول عليه الان في هذه المرحله هو الداخل، يعني وما حك يعني جلدك مثل ظفرك. ما نعول عليه حقيقه هو الداخل السوداني، هو الانسان السوداني، هو المواطن السوداني، وما الذي يريده هذا الانسان السوداني، وما الذي يريده هذا المواطن السوداني. وهذا الشيء يعني متبقي يعني عدد ساعات بسيطه جدا ليراه وليسمعه العالم. يعني نتحدث عن يوم 30 اكتوبر، يعني الناس تبغى الاحداث، ولكن سنرى يعني سنرى وكل طيب. كل انسان في العالم سيرى ما الذي يريده الانسان السوداني. هذا الحديث استاذ مازن مرتبط بتداعيات ما حصل على مستقبل السودان الذي سنبحثه بعد في المحور الأخير، لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى توقعات مع السيدة ميادة. لوحظ أن مجموع السفارات الغربية في الخرطوم بعد استضافة كما تفضلين يعني رئيس الوزراء عبد الله حمادوك في منزل الفريق عبد الفتاح البرهان، قالوا إننا ما زلنا نعترف بالمدنيين قادة للمرحلة الانتقالية في السودان، وهناك كان موقف دولي واضح وسريع ومباغت إذا صح التعبير بالنسبة للجيش السوداني بأنه يرفض ما فعل. هل ثمة تفسير سواء كان رسميا أو شعبيا في السودان لهذا الاهتمام الغربي اللافت في المدنيين في السودان؟ لأن المدنيين منذ أن جاءوا إلى السلطة بتحالفهم مع العسكريين اللي هم منذ أغسطس 2019، يعني ما عملوا شيء في السودان إلا ويخدم مصلحة الدول الغربية اللي الآن بتبكي على اللبن المسكوب بذهاب المدنيين غير مأسوف عليهم. لأن السودان منذ أن جاءت الحكومة الانتقالية هذه لغوا الإسلام من الأوراق الرسمية أو الثبوتية، لغوا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم من الأوراق الرسمية الثبوتية، لغوا اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد، أيضا يعني غيروا قوانين اللي هو الردة والزنا وهكذا من القوانين الحدية السودانية. ويعني يعني كما لو أنك تلمحين أستاذة ميادة، كما لو أن الفريق المكون المدني في السلطة يعني يشتغل على هوية السودان، يريد أن يعبث أو يغير في هوية السودان مستقبلا؟ طب ليس مستقبلا، أساسا بدوا يغيروا بدليل أنه يعني انتفاضة السودانيين ضد وزير التربية والتعليم السوداني اللي هو بروفيسور الجراي اللي رفض من وظيفته اللي هو كوزير نتيجة للتغييرات اللي أدخلها في المناهج السودانية اللي هو بحسب المواد اللي عندها علاقة بالدين واللي عندها علاقة بالعقيدة واللي عندها علاقة بالدين. أيضا وزارة العدل من جاء وزير العدل اللي هو أساسا هو يعني درس في أمريكا وعمل هنالك لسنين طويلة وجاء في السودان وغير القوانين العدلية في السودان بما يتماشى مع القوانين الغربية وبما يبعد من الإسلام. أيضا يعني ماذا ننتظر من حكومة مدنية مكتب رئيس وزراء وموظفين بيتم دفع مرتباتهم من المنظمات الدولية الغربية اللي بتدعمها الدول الغربية؟ وأيضا يعني شاهدتم أنتم منذ أن جاءت الحكومة المدنية هذه السودان يعني طبع مع إسرائيل، بالرغم من أنه السودان يعني في فترة الحكومة اللي قبلها كان لا يعترف بإسرائيل وكان من الدول اللي بيقف مع القضية الفلسطينية مع أخواننا الفلسطينيين في قضيتهم ضد إسرائيل ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا السودان يعني اللي هو أمريكا رفعت العقوبات مقابل أن السودان يتماشى مع سياسة أمريكا وما تريده الولايات المتحدة، وبالتالي المدنيين لأنهم من جاءوا للسلطة بينفذوا سياسة وأوامر ورغبات الدول الغربية، وبالتالي الآن هم يبكوا عليهم لأنهم ذهبوا ويعني اللي هو يعني كما فهمتم يعني. طيب أستاذ مازن ذكرت بعض النقاط المهمة الأستاذة ميادة، يعني هذه الحكومة المدنية هي في النهاية تنفذ سياسات، لا أقول يعني بأوامر من الخارج لا، وإنما ربما بعض السياسات المتعلقة بهوية السودان ربما تتماشى مع المصالح الغربية. سؤالي لك لو سمحت هو
أمريكا والدول الغربية إلى أي مدى تمتلك الرغبة أولا والإرادة ثانيا لمنع العسكر من التغول على سلطة تتهم سودانيا على الأقل الرأي الذي تمثله السيدة ميادة رأي له امتداد في الشارع السوداني وهو شارع متدين في الجملة، إلى أي مدى تمتلك أمريكا والدول الغربية الإرادة والرغبة لمنع العسكر من التغول على السلطة المدنية في البلاد؟ أنا تحدثت عن هذه النقطة وقلت أن المصالح هي التي تتقدم، يعني لا أحد يريد مصلحة السودانيين أكثر من السودانيين أنفسهم، لكن دعني أجيب على هذا ببعض النقاط الواضحة جدا. يعني هناك الآن يعني حالة من التوهان حقيقة وحالة حتى من التضارب في استيعاب حقيقة الموقف، يعني حتى هذا تجده جليا الآن في حديث الكثير من الناس وحتى حديث ضيفتك الآن قبل قليل. يعني مثلا أعطيك نقطة هامة جدا بالحديث عن 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 عن, عن, عن العلاقات الإسرائيلية مثلا والتوقيع مع إسرائيل في الفترة الأخيرة، يعني عندما نأخذ الأمور يعني كما حدثت وكما هي موجودة أمامنا، نجد أن الذي ذهب إلى هذه العلاقات والذي شجع عليها والذي أقام وأسس وأطر له هو البرهان حد نفسه الآن اللي هو يمثل المكون العسكري. وأنا أتذكر تماما حديثا للسيد رئيس مجلس الوزراء حمدوك في تلك الفترة من أنه قال أن هذا ليس كان هو الزمن المناسب وليس من حق أي شخص أن يأخذ الآن أي اتجاه علاقات سياسية سودانية خارجية في هذا التوقيت من هذه المرحلة الانتقالية. كان هذا تعليق السيد حمدوك، وهذه أشياء للتاريخ وهذه أشياء لكل متابع يعني للحراك السياسي من جلس مع مع مع, مع الإسرائيليين ومن وقع هذه الاتفاقيات. وأول تأييد سيدي يعني أول تأييد أتى من الجانب الإسرائيلي عند حدوث هذا الانقلاب، وهذا مؤشر واضح لطبيعة شهر العسل والعلاقات الجميلة جدا الآن ما بين المحور العسكري وبين إسرائيل. يعني يوجد الآن حالة من التضارب حتى الآن الناس يعني يتحدثون هذا وذاك، ولكن الواقع شيء والذي يعني يحدث الآن في الشارع السوداني يعني شيء آخر وشيء مغير. بالحديث عن تغيير الإنسان السوداني وأيديولوجية الإنسان السوداني والدين، الإنسان السوداني يا سيدي بطبيعة الحال هو إنسان متدين تماما يعني، وكل سياسي وكل يعني من يأتي ليحكم السودان يعلم هذه الحقيقة يعني بصورة شاملة. لكن أستاذ مازن يعني فيما يتعلق أرجو المعذرة فيما يتعلق بهذه الجزئية، لا شك أن السودانيين بطبيعتهم متدينون، وحديثنا ليس حديثا دينيا في هذه الحلقة، وإنما لكن ما وظيفة السلطة، ما وظيفة القوانين غير حماية الهوية العامة للمجتمع؟ إذا ما أرادت الحكومة المدنية تفريغ هذا المجتمع من هويته ومن معاقده، هذا حديث الآن الذي تتحدث عنه والذي نتحدث عنه الآن، هذا سيدي حديث مبكر، هذا حديث مبكر. الفترة السابقة أنا أعتقد أنها هي فترة غير ناضجة تماما رغم طولها. لماذا؟ لأنه يعني لكن ما يعني المصلحة ما المصلحة في إبطال اللغة العربية، في تغيير بعض الأحكام بالأحوال الشخصية؟ يعني أين مصلحة السودان في هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة المدنية؟ المعذرة لم أسمع بداية معذرة سؤالك. يعني أنا أقصد ما مصلحة السودان، ما هي النتائج ذات القيمة والجدوى بالنسبة لمستقبل السودان عندما تقر الحكومة المدنية قرارات متعلقة بتغيير الأحوال الشخصية، بتغيير القوانين ذات التي ترتبط بالثقافة الإسلامية، بإبطال اللغة العربية كلغة للتعليم أو لغة رسمية؟ ما هي الفائدة الاستراتيجية للبلاد؟ هل هذا ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة؟ لم يتم إبطال اللغة العربية، أما هذا ما أردت الإشارة إليه الآن. يعني 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 حلقتك يعني والآن وجلوسنا الآن في هذا هنا الموضوع أعمق من هذا وأشمل من هذا وتفاصيله أدق من هذا. يعني الحديث هو ليس بهذا التعميم، ليس كأننا نأتي ونقول تم يعني تغيير السودان، تم الآن السودان يؤخذ إلى السودان. كان في حالة حراك. طيب. نحن نعلم جميعا أننا كنا في ظل الحكومة السابقة كانت حكومة المؤتمر الوطني. هذه الحكومة كانت لديها أيديولوجيات خاصة وعملت على سياسة تمكينية كاملة وشاملة للبلاد. أرادت أن تجعل من الإنسان السوداني يتحرك بعقلية واحدة هي عقلية هذا المؤتمر الوطني، وهذه العقلية الكيزانية المتعفنة التي أدارت البلاد لفترة طويلة وأدت إلى دماره وأدت إلى هلاكه وأدت إلى نشر حالة من الفتن وحالة من الضبابية في الإنسان السوداني في مستقبل الإنسان السوداني. هذا العمل الذي قامت به هذه الحكومة الكيزانية أدت يعني إلى أدلجت الإنسان السوداني من النواحي التعليمية، من النواحي الاجتماعية، من النواحي الذي كان يحدث في الفترة السابقة هو كانت محاولة، وهذه المحاولة أنا لا أريد أن أقول أنها كانت محاولة ناجحة، ولكنها هي محاولة غير ناضجة ولم تكتمل بعد، لأنها كانت في ظل ظروف سيئة. طيب. جدا وفي ظل مخصصات وفي ظل مشاكل كبيرة جدا كانت لمحاولة جعل من السودان بيئة خصبة وصالحة تحوي الجميع وتشمل الجميع، تشمل جميع إنسان السودان وتحافظ على دين إنسان السودان، تحافظ على هوية الإنسان السودان،
بصوره لائقه وبصوره كريمه وبصوره صحيحه، وليس بتلك الطريقه التي كانت سائده من قبل وفي ظل تلك المنظومه طيب المتعفنه والبائسه. سأعود إليك، لكن يعني تحدثت عن أن الموضوع أعمق من ذلك، ولست أفهم أي شيء يمكن أن يكون أعمق من هوية المجتمع وهوية الدولة. أستاذة ميادة، حتى لو سلمنا جدلا بأن سأعود إليك أستاذ، سأعود إليك أستاذ مازن، أذنت لي، سأعود إليك، حتى لو سلمنا جدلا بأن نية العسكر صالحة وأن الرجل عبد الفتاح البرهان يريد أن يصحح مسار الثورة، هل هذا يعني أنه في كل مرة تنحرف الحكومة عن مسار الثورة بالمفهوم الذي يحدده العسكر، هناك جملة اعتقالات وهناك فرض حالة طوارئ وهناك إلغاء لمؤسسات المرحلة الانتقالية، هل هذا هو المستقبل الذي ينتظره السودان؟ أولا فريق البرهان بقراراته اليوم 25 لم يأتي بجد، وإنما يعني جاء بمواد هي منصوصة في لب الوثيقة الدستورية اللي بتحكم الفترة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين، وبذلك يعني ما في مادة من خارج الوثيقة الدستورية طالب بها. الانتخابات مذكورة في الوثيقة الدستورية، تكوين البرلمان ومجلس التشريع مذكورة في الوثيقة الدستورية، تكوين المحكمة العليا مذكورة في الوثيقة الدستورية، وبالتالي يعني ما لم يأتي بشيء من الخارج. وأيضا اسمح لي أجاوب على سؤال تهرب عليه ضيفك الذي من الطرف الآخر، يعني ما الغرض من تغيير لهوية السودان؟ أنا أجاوب على هذا السؤال إنه غرضهم يخرج لنا هوية سودانية تخدم مصالح الغرب وتخدم مصالح الدول اللي دفعت السودان للتغيير في أبريل 2019 وأدخل السودان الآن طيب. في وضعه الحالي، وبالتالي هم طيب. يريدوا تغيير هوية السودان وعقيدة السودان طيب. وعقيدة أهل السودان بما يخدم ويتماشى مع ثقافة وسياسة الغرب. هذه النقطة صارت واضحة أستاذة ميادة، أعود مرة أخرى للأستاذ مازن وألتمس منكما يعني أن يعني الاختصار في الإجابة لأن الوقت أدركنا. أستاذ مازن، من خلال التفاعلات السياسية في السودان التي نشاهدها، برأيك هل يمكن تلمس مسار معين يمكن أن تسلكه الأزمة السودانية، يعني فيما يتعلق على 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 المدى المنظور؟ سمعتني أستاذ مازن؟ عفوا لو عدت الفقر من خلال جملة التفاعلات السياسية في الداخل السوداني في المشهد السوداني الآن، هل يمكن تلمس المسار الذي ستسلكه الأزمة السودانية في المدى المنظور؟ يعني أنا يعني حسب وجهة نظري الخاصة والشخصية تماما أرى أنها الآن ستتحرك على مراحل. المرحلة التي نحن الآن بصددها والمرحلة القادمة هي ستكون مبدئيا يعني إزالة هذه المنظومة العسكرية الغاشمة التي أصلا حتى تاريخ هذه اللحظة بدأت الآن في التداعي وبدأت في التآكل. هذا يرجع إلى شيء واحد ويرجع إلى حقيقة واحدة، يرجع إلى استيعاب الإنسان السوداني في ذهنيته الآن الجمعية والخاصة به إلى أنه يرفض تماما أن يكون في ظل حكومة عسكرية أو في ظل انقلابات عسكرية أو في ظل سلطة عسكرية. المرحلة القادمة ستكون هي مرحلة تطهير السودان وتطهير الشارع السوداني من الفكر العسكري بصورة كاملة. لن يتوقف الإنسان السوداني ولن يعني يوفر أي مجهود أو أي طاقة من أجل أن يصل إلى هذه الغاية وأن يزيح المنظومة العسكرية. المرحلة الثانية السودان الإنسان السوداني أيضا يؤمن على نقطة هامة جدا، يؤمن على أنه حتى تكون هناك دولة صحيحة وتكون هناك دولة تحفظ الحقوق وتحفظ الواجبات وتجعل من الإنسان السوداني في حالة من الإنسانية المكتملة، يجب أن تكون هناك دولة مدنية. كل إنسان سوداني من طفله وحتى كبيره، ودعنا نقول الغالبية والسواد الأعظم حتى نكون يعني التعميم لا يكون مخل، يعني السواد الأعظم من الشعب السوداني الآن مؤمن تماما بأنه حتى تكون هناك دولة صحيحة ومتكافلة يجب أن يكون هناك منظومة مدنية، يجب أن يكون هناك حكم مدني يعم كافة أهل السودان. هذه المرحلة سيكون بها العديد من الحراك، نحن مؤمنين تماما ونعلم تماما أنه حتى يكون هناك منظومة مدنية صحية ويكون هناك حكم مدني رشيد وقويم، هذا مخاض عسير جدا وهذا مخاض صعب جدا ويحتاج إلى العديد من التضحيات ويحتاج إلى العديد من حالات الوقوف حتى الوصول إلى تمامه وكماله. طيب سأعود إليك أستاذ مازن، لكن سيدة ميادة، يعني كيف يمكن أو ينبغي بالأحرى النظر إلى المشهد السوداني من حيث مآلاته؟ هل هو ما حصل في الأيام الخالية؟
هل هو تطور طبيعي في ظل مرحلة انتقالية شائكة ومعقدة وصعبة، أم هو سيأخذ البلاد نحو منعرج خطير ليس محسوبا له بالقدر الكافي وإلى مستقبل غامض؟ يعني لولا لم تصدر قرارات 25 أكتوبر لكان السودان يعني مش على حافة منعطف، وإنما كان على حافة هاوية. يمكن بعدها البلاد لن تعود سالمة، لن تكون أمينة، أزمة اقتصادية طاحنة، عدم اتفاق سياسي بين مكونات الفترة الانتقالية، إغلاقات في الشرق وفي الشمال والغرب، الأطراف غير راضية عن سياسة المركز، وهكذا. يعني التشظي الكبير ده، يعني لو لم تكن قرارات 25 أكتوبر لكان السودان الآن، يعني نتكلم احنا عن السودان، مختلف خالص. وبالتالي يعني قرارات 25 أكتوبر أو التغيير اللي حصل قبل يومين هي يعني يمكن عودة اللي هو ما ينبغي أن ينفذه الطرف المدني والعسكري. وبالتالي يعني هو بقراراتهم دي يعني يمكن يعني حموا البلاد أو نجوها من مآلات يمكن لم يعني ما كانت ستخدم أو ما كانت تكون مرضية للسودانيين. وبدليل أنه الآن إحنا الآن في يوم 28 أكتوبر، الشارع السوداني يعني 80% منه رجع لحالته الطبيعية، المحلات فتحت طبيعية، المخابز لكن والأفران صورة البلاد والمحلات ليست كلها واضحة، شارع يعني رجع الصورة طبيعي، حتى لم نعم تجد عساكر الصورة أستاذة مقاتلين ميادة، على الصورة في الشوارع. البلاد ليست واضحة، إلى أين تتجه البلاد من الناحية السياسية؟ من ناحية سياسية اللي هو سيتم تشكيل الحكومة يعني غير حزبية، يعني ما في حزب سيكون لديه وزراء في من الحكومة الذي القادمة سيشكل التي هذه أيضا الحكومة؟ الجيش. ليس الجيش، وإنما بتفاوض تحت يعني تحت إدارة الجيش اللي هو، لكن كل الكابينة أو كل الوزراء في مجلس الوزراء سيكونوا شخصيات مستقلة قومية لا تتبع طيب لأي حزب سيكونون سياسي. مسؤولين أمام من هي المرجعية؟ الجيش. أمام المجلس العسكري، يعني الجيش. طيب. الجيش لحد ما يمشوا للانتخابات اللي هو حددوها في نعم يوليو 2023. وضحت الفكرة. طيب أستاذ مازن، أختم معك باختصار من فضلك، منذ إطاحة الرئيس الراحل أو المخلوع عفوا عمر البشير، السودان لا يكاد يخرج من أزمة إلا ويدخل في أخرى، هل ثمة وصفة مناسبة لخروج السودان من هذا النفق؟ مبدئيا يعني أنا أؤمن على نقطة هامة جدا، يعني أؤمن على نقطة هامة جدا، يعني الذي يحدث الآن هو شيء كان هام جدا، حدث هام جدا الذي حدث الآن. وعندنا نحن ممثل سوداني شهير يعني يقول يعني كتالوج ولا جوك جوك، يعني أنت تموت ولا يعني تقعد جميل، باختبار هذا لكن أنت الموت كمعارض يعني ألتمس منك تقديم الوصفة التي تراها كمعارض، لأن لدي دقيقة ونصف من الوقت، ما هي الوصفة التي تخرج السودان من هذا النفق برأيك؟ الوصفة أنا ذكرت جزئية منها وأؤمن عليها وأؤكد عليها. مبدئيا إبعاد المنظومة العسكرية بكامل، يعني العساكر مكانهم السكنات ومكانهم الآلية حماية وحراسة الوطن. الشارع من خلال الشارع. الآن سيحدث الآن طوفان بشري كبير جدا، الذي سيحدث الآن في السودان أن الشعب سيقول كلمته، سيتم استبعاد هذه هم هي آلية مرفوضة تماما، هذا المكون العسكري الآن مرفوض تماما، تنام إلى وعي الإنسان السوداني أنه لن يقبل بالعسكر بوجود العسكر. طيب. سنعود مرة ثانية إلى خانة عصف طب عصف طب عصف بعد إطاحة الحكومة العسكر المدنية. بعد ذلك باختصار. نعم، سنعود إلى خانة عصف الحكومة المدنية بوزاراتها، لأن السيد حمدوك يجب أن يعود. السيد حمدوك عانى كثيرا في الفترة السابقة. نعم. السيد حمدوك بدأ سياسات كانت يعني إلى درجة كبيرة لا بأس بها، فيها إخفاقاتها التي لها أسبابها التي هو كان يحاول أن يوضحها ويذكرها، والتي كان من جزء هذه الحالة من التشاكس والتداخل ما بين المكونات، وضحت سواء الفكرة. كانت مكونات دينية سواء كانت مكونات عسكرية. بعد هذه الحاجة سيكون هناك حالة من الوعي، الآن الشارع السوداني يدرك الآن مشاكل هذه الحكومة المدنية، يدرك مكوناتها، يدرك إخفاقاتها، أشكرك. يدرك جيدا أي جزئيات منها. مرحبا بك سيدي. معذرة، يعني أدركنا الوقت، وضحت فكرتك، أشكرك وأشكر ضيفتي الكريمة على اتساع صدركما لأسئلة التي قد تبدو معارضة لتوجهاتكما. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين، كانا معنا من سكايب، من اسطنبول عبر سكايب، الأستاذ مازن حميدي الكاتب والمحلل السياسي،
ومن مدينة طوقات التركية السيدة ميادة كمال الدين الأستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة طوقات. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. في حراسة الله.